رسميا وزير الشباب والرياضة يعلن أن ملعب براقي الجديد سيتم تسميته على المناضل الراحل نيلسون مونديلا رئيس جنوب إفريقيا. وفي هذا الإطار قام والي ولاية الجزائر العاصمة بزيارة ميدانية لملعب نيلسون مونديلا الجديد، وهذا من أجل الوقوف على مدى الاستعدادات من أجل احتضان الملعب لفعاليات كأس إفريقيا للاعبين المحليين المزمع إجراؤها في الجزائر بداية من 13 جانفي المقبل، حيث استهل زيارته الوالي بتفقد الواجهة الخارجية للملعب وكذا مداخل ومخارج الملعب وموقف السيارات والتطورات الحاصلة فيه والتي انتهت فيها الأشغال 100%، حيث أبدأ ارتياحه لنهاية الأشغال. وكذلك قام بمتابعة الملصقات للواجهة الخارجية والتي أصبحت تعطي جمالية أكثر للملعب. وواصل زيارته الوالي بتفقد المرافق المتواجدة في الداخل، وهذا من خلال متابعة غرف تغيير الملابس ومدى جاهزيتها وكذلك النفق المؤدي إلى أرضية الميدان. وكذلك قام الوالي بمعاينة العشب الطبيعي الخاص بالميدان والذي عرف تحسن كبير وهو جاهز بنسبة 100%. وكذلك قام بتفقد المنصة الشرفية الخاصة بالصحفيين وكذلك الكراسي في كافة مدرجات ملعب نيلسون مونديلا. واختتم زيارته الوالي بتفقد الملعب الخاص بالتدريبات والذي أصبح جاهز 100%، وكذلك الواجهة الخارجية التي ركز على الحفاظ عليها خاصة مداخل ومخارج الجماهير التي يجب الحفاظ عليها. وقد شدد الوالي على ضرورة تسليم الملعب قبل 31 ديسمبر المقبل، خاصة وأنه بداية من الأول من جانفي سيتم استلام الملعب من قبل اللجنة المنظمة للشان والتي ستتكفل هي بباقي الأمور